الاندوليفت هو جهاز ليزر بيدخل تحت الجلد عن طريق حاجه اسمها فايبر. الفايبر دي بتبقى عباره عن زي شعره صغيره خالص ورفيعه جدا، بتوصل اشعاع الليزر اللي هو الليزر الدايود تحت الجلد عشان يعمل حاجه اسمها ريموديلنج اوف ذا تيشوز، يعني بيعيد طبقات الجلد تاني للمستوى بتاعها الطبيعي اللي كانت فيه واحنا في مرحله اصغر. او في بعض الناس بنحتاج ان احنا مثلا بيبقى عندهم شويه فاتس في المنطقه بتاعه اللور جو، فبنبتدي ان احنا نعمل ديكريز اوف ذا فات سيلز في المنطقه دي عن طريق الاندوليفت. فهو بيعمل شد للوجه، بيبتدي الشد ده على مراحل، المراحل دي بتمشي على بناخد نتيجة فورية في نفس اليوم، بعد كده بناخد نتيجة ثانية بعد 3 أسابيع، حتى تكتمل النتيجة النهائية بعد 3 شهور عشان تفضل وتستمر معانا فوق السنة، وساعات سنة ونص وممكن أكتر على حسب طبعا كل وجه وعلى حسب العمر. نعم، صاير عليها إقبال وايد كبير هذه التقنية. ده حقيقي، بصراحة ده أنا سويتها، والفنانة إلهام الفضالة والفنانة ميز قمر منو بعد مشاهير، وليش صاير عليها الإقبال دكتورة؟ ده حقيقي، الناس بتحبها جدا لان هي بديل جراحه، وفي نفس الوقت مفيش سكارز او مفيش ندبات بتحصل على الوجه، مفيش ريكفري تايم، يعني انا ما عنديش ممكن اعملها النهارده مثلا ويكون عندي مناسبه بالليل اطلع المناسبه عادي، لان مفيش حتى زرقان، لان مفيش ابره، وهي بتتعمل عن طريق تخدير موضعي للمنطقه عشان ما يكونش فيه ألم، أو الألم إن وجد بيكون بسيط جدا في بعض المناطق، وفي بعض المناطق الأخرى ما بيبقاش فيه ألم خالص. طبعا من الأماكن اللي بنقدر نستخدمها فيها تحت العين، ودي من الأماكن الرائعة، الناس كتير بتقولك أنا ما بحبش أعمل مثلا جراحة تجميل لتحت عينيا، أنا لسه صغيرة في السن، أنا يدوبك عندي دارك سيركلز أو هالات صغيرة أو عندي بس تجاعيد بسيطة. فده الأندوليفت بيكونترول جدا قصة التجاعيد اللي موجودة تحت العين، وهي طبعا عملت طفرة، يعني الاندوليفت هو حاجة جديدة فعمل طفرة في عالم التجميل بشكل عام. انا عشان الاقيه طبعا كان انا الدكتوراه بتاعتي في الليزر، فكنت ببحث على حاجة جديدة عشان اعمل فيها رسالة الدكتوراه وكده، وانا ببحث الحمد لله لقيتها، او يعني سبحان الله ربنا وجدها قدامي، فمسكت فيها زي ما بيقولوا كده بإيديا وسناني، وسافرت لها إيطاليا عشان أقدر إن أنا أكمل أبحاثي فيها، وبعدين سافرت فرنسا مرة تانية عشان أكمل دراسات وأخد ترينينجز أكتر وأكتر عشان أقدر أواجه بقى الشغل. والحمد لله تم عمل أكتر من حوالي 250 حالة لحد دلوقتي، وفي رضا كامل الحمد لله. ال 250 حالة أغلبهم شباب رجال ولا نساء؟ في كتير، يعني في احنا الاندوليفت احلى حاجه فيه، عندي مثلا بنوته صغيره عندها حوالي 22 سنه، دي يمكن اصغر حاله كانت عندي، وعملت لها لانها كانت عندها المنطقه بتاعت اللور جو زي ما حكيت لك فيها الفات سيلز، هنا في متضخم الحته دي بسبب الدهون اللي موجوده، فبنحاول ان احنا نكسر الدهون ونشد الجلد فنديها معالم لوشها احلى، نعملها زي كونتورنج اوف ذا فيس عن طريق شد الوجه زي ما قلنا، بيعمل ريموديلنج للتيشوز او بيعيد طبقات الجلد بنائها مره اخرى بشكل احلى وبشكل صحيح. طبيعي.